خوتي والله العظيم انا راه الراس ديالي تنفخ كل مره كتسمع وزير ولا وزيره خرجك بشي تصريح. واش كضحكوا على هاد الشاب؟ واش باغين بغيتوا في شي فضيحه انتم باغين؟ انا والله ما فهمت. اذا كتبان لنا انتم كوزراء ما كتبان ما عايشينش في المغرب، وفعلا ما عايشينش في المغرب. يعني تجي وزيره تقول لك باللي ما كاينش الفقر، دابا قلت لك باللي اعتبرت الفقر هي 1 دولار. اذا اش دولار اللي عطيناك انت السي الوزيره؟ الا عطيناك انت هاد 2 دولار غتعيش بيها، غدوزي بيها النار، محال واش تكفيك تا مع ولادك في الصباح؟ محال واش تفطرك؟ اعتبرت الفقر 2 دولار؟ وسولوها في احد اذاعات الراديو، قالت بلي انا هاد الارقام خداتها من وزارة من مندوبية السامية للتخطيط. اذا حنا مشينا سولنا هاد المندوبية السامية للتخطيط شنو الاعتمادات اللي اعتمدتها باش انا قلت بلي 2 دولار هي عتبة الفقر؟ راه على الله اش غادي يقولوا لي؟ سير الله تعالى ياخذ فيكم الحق، انتم كوزراء كضحكوا على هاد الشاب.